بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب في كل من يتابعنا في هذا الوقت من الساعة 10 إلى 11 مثل ما وعدناكم موعد برنامج حفاظ من بلدي. ومعانا إن شاء الله اليوم ضيف جديد راح يطلع على البرنامج من نخبة مشايخنا الكرام، راح يكون معنا إن شاء الله ضيفنا في حفاظ من بلدي الشيخ محمد جاسم القصار، مدير رحلة حفاظ المدينة لتحفيظ القرآن الكريم. طبعا مثل ما طبعا احنا عودناكم كل يوم في نفس الموعد نطلع عليكم في مجموعة من المشايخ المختلفة، وهؤلاء المشايخ الله يعطيهم الصحة والعافية كل واحد بخبرته وتجربته في حفظ القرآن الكريم، لي طبعا نوصلها لكل من طبعا يشاهدنا عبر حسابنا بالإنستغرام لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. احنا نأكد دائما، واللي حاب يشوف حلقتنا عشان ما تطوفه يشوفها بالستوري خلال 24 ساعة في حساب الانستغرام او عن طريق الابلكيشن رمضان في بيتك. احنا ناطرين شيخنا محمد القصار ينضم لنا في البث المباشر، وهو صديق وعزيز استمتع وياه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شيخنا محمد، حياك الله. وعليكم السلام ورحمه الكرام شيخ ابو محمد، نمسي عليك وعلى الساده المتابعين لحساب وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه في هذه الأيام الفضيلة، ونقول لكم مبارك عليكم ما تبقى من شهر. علي عليك تبارك، والساعة المباركة يا أبو جاسم. وسعيد أمانة، يعني أنت أخ وصديق وعلاقتنا كبيرة مع بعض يا شيخنا، ولكن اليوم دورك طبعا كمدير رحلة حفاظ المدينة لتحفيظ القرآن الكريم راح تشرح لنا أكثر وتوضح لأولياء الأمور وطريقة الحفظ وغيرها. في البداية احنا دائما نسأل مشايخنا وضيوفنا الكرام كيف استقبلت شهر رمضان الكريم في هذا الوضع من كورونا الحظر طبعا. أول شيء الحمد لله، يعني على كل حال هذا البداية نقوله، يمكن هذا رمضان فريد من نوعه، أول مرة يمر علينا رمضان بهذا الشكل، يمكن المسايد مسكرة، لكن لظروف صحية يعني خارج عن إرادة الأخوة في وزارة الأوقاف، الاهتمام في الجانب الصحي مشكورين وزارة الصحة والجهود الكبيرة اللي يبذلونها طبعا على يعني الأطقم الطبية الموجودة في المحاجر واللي موجودة في المطارات والمستشفيات، مستشفى جابر وغيره، فلهم منا كل الشكر. يمكن رمضان هذا يعني مثل ما قلنا مختلف عن كل السنوات الماضيه في طبيعته، لكن اجواء رمضانيه موجوده، يعني الواحد يقدر خلينا نقول صلاه التراويح مثلا تقدر تسويها بالبيت انت وعيالك واهلك، قراءه القران بالعكس المفروض تتضاعف في رمضان هذا. يمكن تعرف ابو محمد رمضانات الماضيه يكون عندنا دوامات و والتزامات وزوارات وغيرها من الأشياء اللي تأخذ من وقت، هي أساسية لكن تأخذ من وقتنا كثير، لكن رمضان هذا مميز إنه بالعكس يعني في تواصل طبعا مع الأهل عن طريق الوسائل هذه، جزاكم الله خير، يعني وزارة الأوقاف مشكورين في هذه الوسيلة اللي هي اللايف بالإنستغرام، تواصل مع الشباب في الكويت، لكن يصير الساعات والدقائق كبيرة عند الشخص في رمضان هذا، فيركز أكثر في ختماته، متابعة بعض البرامج طبعا المفيدة مثل تقدمها الوزارة وغيرها، صلاة التراويح مثل ما قلنا، الحلقات خلينا نقول القرآنية بين العيال وغيرها، ففي أوقات جميلة تقدر تعيش هذه الأجواء يعني على قولتهم قدر المستطاع بالظروف الموجودة في رمضان هذا. نعم شيخنا محمد، نبي نوضح للسادة طبعا اللي يتابعونا الآن على البث المباشر الوجه الآخر اللي طبعا شيخنا وضيفنا، اللي انا طبعا اعرف معلومات كثيره عن دور الله يحفظه توهقنا ابو محمد اليوم جلنا. لا ما راح اوهقك انا ان شاء الله، دور العم 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 جاسم القصار، دوره طبعا دور الوالدين في ارشادكم، خاصه وانتم طبعا شباب الله يحفظكم سبعه وكلكم حافظين القران الكريم عسى الله يبارك. وهذا طبعا احنا راح نتكلم عن طبعا الشيء الانجاز اللي انتم سويتوه طبعا في حفظكم هذا القران، وكذلك البدايات، كيف بلش محمد القصار بداياته في حفظ القرآن؟ متى بدأ؟ يمكن أخوي أبو محمد يعني أغلب الشباب اللي مروا بتجربة حفظ القرآن البداية دائما تكون في الصدر، يعني أيام الأولى في الابتدائي طبعا أولى وثاني ابتدائي كنت أدش داخل المدرسة يحطون اللي هي المجموعة اللي تدش المسابقات السنوية اللي تقيمها وزارة التربية، فبديت مع يعني أنا كنت أدرس في الابتدائية في مدرسة كعب بن زهير بخيطان، هذه من اوائل المدارس اللي يعني دشيتها، وكنت احفظ عند طبعا مدرسين تربيه اسلاميه، وبلشنا في المدرسه، وايضا جزاهم الله خير والدين يعني مثل ما انت عارف من صغرنا دخلونا حلقات اللي جزاهم الله خير الى يومنا هذا،
وزارة الأوقاف تخرج في هذه الأجيال. أنا كنت يعني من صغري دشيت في حلقات وزارة الأوقاف، وما أنسى يمكن من أوائل المساجد اللي دشيت فيها مسجد الشوي في غيطان، والشيخ أبو القاسم كان من يعني أوائل المشايخ اللي أتذكر بلشنا الحفظ معاهم من تذكر الصغر عمرك من كم المرحلة الابتدائية، شيخ محمد؟ يعني من عمرك أولى وثانية ابتدائي أتذكر بلشنا يعني على قولتهم تذكر الطرق؟ من الناس بدها تعرف الطرق وانت في البدايات وانت صغير، شنو الطريقة اللي اي كانوا نعم. يمشون يعني فيها؟ طبعا كل مرحلة عمرية أخوي محمد لها طريقة في الحفظ. فالمراحل الأولى، أولى وثانية ابتدائي، يمكن الطالب أو الطفل ما يكون يتقن القراءة من المصحف، فيعتمد وايد على السماع من الشيخ، على السماع من خلينا نقول التسجيلات القرآنية لكبار المشايخ، ويردد معاهم إلى أن يتقن خلينا نقول مرحلة أنه خلاص يوصل مرحلة يصحح الحفظ من الشيخ مباشرة. نعم طبعا هذه المرحلة الثانية، أنه لا خلاص أنت تقرأ، ممكن تكون قراءتك فيها أخطاء، لكن هذه النقطة محمد والله أكد عليها بالضبط وايد. للأسف في ناس وايد من حماسة في القرآن تبدأ تحفظ القرآن بدون شيخ، وهذه مشكلة كبيرة يقع فيها يعني إخواننا الشباب. يمكن يقول لا وكالة شرطة موجودة، من العلوم الرئيسية اللي ما تؤخذ إلا بالتلقي هو القرآن الكريم. مهما تكون نعم أنت مبدع في قراءة اللغة العربية، لكن عشان تتقن القرآن لازم تقرأ على شيخ، مهما أنت أتقنت في على قولتهم قراءة اللغة العربية. لأنه مر علي والله من تجارب وإحنا صغار، يمكن من المتوسط، واحد كان يحفظ 20 جزء نعم أعتقد أن كبر، لأن الحفظ الأول هو اللي يركز أكثر. معاك محمد؟ شيخنا محمد، اتوقع امر تغني يعني موضوع الانترنت، انت عندك شويه السيرفس يمكن نازل شوي لانه قاعد يقطع عندنا وما قاعد نسمع شيء، فالحين يمكن الحين نتكلم أحسن ولا الحين احسن، واذا صار في وياكم؟ شيء نحاول نروح مكان ثاني إن عشان شاء يكون الله افضل. إن نعم شاء الله. تفضل شيخ، تفضل أقول لك مباشر. يعني القرآن ما يتم إلا عن طريق شيخ، والحفظ عن طريق والقراءة تصحيح القراءة عن طريق شيخ، لأنه مثل ما قلت لك يمكن قطع توه. وايد ناس للأسف يعني مر علي طالب يمكن وأنا بالمتوسط حافظ يمكن أكثر من 20 جزء، لكن للأسف لأنه ما قراها على شيخ فكان في أخطاء كبيرة بالتشكيل. لما يقراها عن طريق المشايخ حرام انت تقطع شوط كبير في القراءة والحفظ، توصل 20 جزء وانت حافظ طريقة غير صحيحة. فنأكد على هذه النقطة انها تبدأ مع شيخ، وبعدين عاد كميات تزيد مع زيادة العمر وتمشي بالأجزاء. هذه الطريقة يعني خلينا نقول الاعتيادية العادية. طبعا مو بس اعتمادك على، طبعا مشايخنا اللي قبل لقاءاتنا معاهم دائما يقول الاعتماد مو بس على الشيخ، على الوالدين في البيت لهم دور كبير، او طبعا الاخوان اللي اكبر طبعا منك سنا. طبعا انت اكبر واحد طبعا من يعني اخوانك احنا محمد اول في شيء الدراسه. ادخالنا في حلقات وزارة الأوقاف ابو محمد اكيد يكون دافع طبعا برغبه شخصيه ودافع من الوالدين. طبعا الوالد والده نوجه لهم التحيه. يمكن احنا ما تكلمنا انا الحين بالحجر الصحي، فالحجر المنزلي ما طبعا التقينا فيهم يعني لقاءاتنا كلها ربي عسى بالتليفون، ربي يشافيكم لكن تطلع ان شاء جزاهم الله الله خير سالم جندهم كبير معافى في يا رب. البدايه. ان شاء الله امين امين. ف يعني كان لهم دور كبير في طبعا اول شيء ادخالنا في حلقات وزاره الاوقاف، وبعدها متابعتنا ومراجعة قبل تروح حق الشيخ. طبعا تراجع وتسمع حق الوالد والوالدة حتى يتابعونك بالحفظ، والتشجيع المستمر، ادخالنا بالمسابقات، تشجيعنا ان نسجل بمسابقات. يلا يا جماعة الحين وزارة الاوقاف مسوية مثلا مسابقة الامير او مسابقة الخرافي او مسابقة الحساوي، المسابقات اللي منتشرة بدولة الكويت الكبيرة طبعا. فهم يكون لهم دافع كبير طبعا في تشجيعنا في الدخول في هذه المسابقات. زين شيخنا، غير الوالدين والمشايخ، كان في أحد كان يشجعك في البدايات يدفع فيك ويقول لك توكل على الله ليش ما تحفظ، خاصة الشباب بعمرك ذاك الفترة؟ لأنه دائما يقول لك في عمر صغير المقريات خاصة في هذا العمر يقول لك والله أنا الوقت ما عندي وقت، شلون أنظم وقتي، أنا أبي أحفظ والحفظ وايد. شيخنا يعني مو شرط الواحد لازم يحفظ بسنة أو سنتين، عادي لو تمد وياه الحفظ لسنوات، صح ولا أنا صحيح غلطان؟ صحيح. طبعا هو يعني كل واحد رأيك بهذا خطته الموضوع في شيخ؟ حفظ القرآن أبو محمد. يعني في ناس يركز ويحاول يخلص القرآن في أسرع وقت ممكن في سنة أو في سنتين أو أقل، في ناس ما شاء الله ختمت في أوقات أقل من كذي بوايد، لكن وفي ناس خذتها على قولتهم على الراحة بالإتقان على حسب ظروفه، يمكن يكون يعني عنده واضح صعوبة بالدراسة وغيره.
فتاخذ منه الموضوع فتره اطول شوي. يمكن احنا اليوم حتى من النقاط اللي ودنا نتكلم عنها اللي هي يمكن برزت في ال 15 سنه او 20 سنه الاخيره، اللي هي مثل ما قلنا موضوع رحلات المدينه، هذه من الرحلات اللي قاعد تساعد طبعا في موضوع الحفظ. يعني قاعد تاخذ لك شهر او شهر ونص في الصيف، تفرغ كامل في سواء في هذا الحرم النبوي. ودنا نرجع له، اي بس نعم. احنا بنتكلم عن الشيخ محمد جاسم القصار وبعدين نرجع على موضوع المدينة. احنا بس بموجز شيخنا، انت بداياتك من المشايخ اللي قرأت عليهم الله يحفظك؟ يعني انا صراحه اللي اكثر مشايخ اثروا فيني يمكن الشيخ ابو القاسم، قلت لك من بدايه المشايخ نوجه له التحيه في يعني مسجد شويب في خيطان، ومن اكثر المشايخ اللي الصراحه اللي فادوني بموضوع مخارج الحروف. يعني هي اهم شيء موضوع مخارج الحروف، ان القارئ يبدا يتقنها، تختلف من شخص لشخص. لكن الشيخ يعني اوجه له التحيه ايضا، الشيخ حسن الحداد احد المشايخ السوريين في ايام حلقات المتميزه في وزاره الاوقاف، كان هو مسؤول عنه في هذه الحلقه، وكان له دور كبير صراحه في خلينا نقول يعني كان ترى شديد علينا. وايد من الشباب اللي كانوا معانا في حلقه المتميزين من اول يوم حلقه اعتذروا عن الحلقه، حولوا على الحلقه الثانيه، قالوا لا احنا ما نقدر نكمل كذي. لازم لكن الحمد الشدة لله شيخ، لازم الشدة موجودة، لازم يعني احنا مو ودك يعني ينفرون الحفاظ، يعني انت اليوم انه انت شوف ودك هم هو ابو محمد كان الوزاره مخصصين حلقتين في هذا المسجد، نعم حلقه عاديه وحلقه متميزه. فالشيخ اول يوم وصوله يعني حاول يقري الشباب ويسالهم عن كميات الحفظ اللي محافظينها واتقانهم في الحفظ، فحس ان المستويات يعني في ناس يمكن يعني مو انه خلينا نقول يعني يبعدهم عن حفظ القران، لكن لا الان خليك انت بالحلقه العاديه الى ان تشد حيلك شوي ممكن تنتقل للحلقه المتميزه. فكان في شوي شده بالبدايه جزاه الله خير، لكن يعني مجموعه كبيره يعني كانوا، وحتى ما انسى الموقف هذا في اوائل الحلقات جزاه الله خير، يعني حتى حفزنا الشيخ حسن جاب لنا الدكتور يعني القارئ المشهور، كان في زياره للكويت، وايضا كان في ترتيب مع وزاره الاوقاف الدكتور عبد الله بصفر، يعني من كبار القراء في يعني الوطن العربي، وختماته موجوده في كل يعني الاذاعات المحليه. ف يعني جزاه الله خير، شوف باب التشجيع جابه لنا وخلانا نقرا عليه كل واحد كميه ويعلق عليه قراءتنا الشيخ جزاه الله خير. الله. فيعني فهمت الفكره، الشيخ بالاخير الحلقه المتميزه يمكن ما يقدر يحفظ عدد كبير ابو محمد 20 او 30 واحد، يحتاج اذا بيطور الطلبه يحتاج يركز على عدد ومتهدين، ويحتاج يعني يطورهم على اساس يعني خلينا نقول قفزات كبيره في المستوى. اما اذا كان العدد كبير راح يعني كل واحد بيطوره بنسبه بسيطه جدا يقدر يلتقي فيهم. نعم، احنا تفضل ودنا محمد. طبعا لكل من قاعد يتابعنا في البث المباشر من حسابنا في وزارة الأوقاف في الانستغرام، ونتمنى الشيخ محمد القصار انه يعني تروح في مكان افضل في السيرفس، لان صورتك غير واضحة، واعتقد ان احنا نقطع وياك الحين، نقطع وياك فترة وعلى ما نرجع زين شيخ، نقطع على ما تروح إن شاء الله بمكان زين. إن شاء الله. طبعا احنا قطعنا ويا الشيخ محمد القصار لهدف انه ان شاء الله يكون السيرفس يعني قوي وياه، يرتب اموره ان شاء الله ونرجع وياه مباشره. كل من يحب يسالنا موجود البوكس طبعا تحت في علامه استفهام، وكذلك على الدايركت نقدر طبعا نجاوب عليها. واذا في قصه شيء تدرون عنها عن الشيخ محمد القصار بالعكس قولوها لنا احنا عشان نطرحها على الشيخ ويقولها لنا على البث المباشر لتوعيه الناس وتوجيههم في موضوع حفظ القران الكريم. احنا بانتظار انه ينضم لنا. نعم، بانتظار ينضم لنا الشيخ محمد. طبعا مثل ما عودناكم في وزارة الأوقاف هناك العديد من طبعا الأنشطة والبرامج اللي طبعا تقدمها الوزارة، من ضمنها طبعا قلنا لكم من الابلكيشن اللي هو طبعا رمضان في بيتك، هذا طبعا التطبيق تقدر طبعا تنزله عندك بالأندرويد أو عن طريق الأبل ستور، وتستفيد من كل الفقرات والبرامج والدروس والمحاضرات والقرآن الكريم وغيرها من الأنشطة الموجودة ضمن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. هناك مسابقة شهر الغفران موجودة يوميا على حسابنا في التواصل الاجتماعي، تقدرون تدشون خاصة في الانستغرام تدشون وتشاركون في هذه المسابقة يوميا حتى تفوزون في طبعا الجوائز القريبة. احنا ناطرين الشيخ محمد ينضم لنا، أتوقع أن السيرفس عنده في مشكلة. أنا راح أكتب اسم الشيخ
ناطرين طبعا ينضم لنا الشيخ محمد، إن شاء الله يكون أموره طيبة. شيخ محمد يا ريت إذا تسمعنا تنضم لنا مباشر على البث عشان لا يضيع الوقت والناس تستفيد من طبعا المواضيع اللي راح نطرحها عليك، وخاصة في طبعا حفظ كتاب الله الكريم وتجاربك مع مدينة، مع طبعا المدينة، مع حفاظ المدينة لتحفيظ القرآن الكريم. أنا بانتظار الشيخ. الشيخ ما زال طبعا لغاية الحين الشيخ موجود ويانا، أعتقد إن شاء الله يكون الإنترنت عنده سريع وأفضل من شوي، واتجه لمكان أفضل. حياك الله من محمد، جديد، حياك الله من غيرنا جديد جاسم، اللوكيشن، ان شاء الله يكون الوضع احسن. وايد احلى اللوكيشن، وايد احلى. انا ما ودي اقول لك جزاك شنو الله وراء خير. كباتات بس زين، الله يعطيك الصحه. انا طبعا ما الومك، انا ما الومك ابو جاسم، وطبعا يا جماعه ترى ترى انا بالحد جاسم المنزلي ابو محمد، ما اي اقدر ما الومك، انتقل ما يعني. الومك، ما تقدر تروح اي مكان ثاني ولا تغير ولا، يعني الله يعطيك الصحه والعافيه، والله يشافيك ويعافيك ان شاء الله، وتجتمع مع الاهل وشمل ان شاء البيت الله. كله. وشيخنا نرجع لحديثنا وموضوع حفاظ من بلدي، وخاصة احنا نركز على موضوع لازم نأكد عليه اللي هو موضوع التنقل إلى طبعا الاعتكاف أو برنامج كامل يكون مدته شهر ونصف في المدينة. هذا الشغل طبعا أنت صار لك فترة تشتغل عليه ككونك مدير رحلة الحفاظ المدينة اللي تحفظ القرآن الكريم. شيخ، شو اللي خلاكم تتجهون إلى المدينة وتأخذون معاكم الحفاظ؟ يقول لك يبقى في الكويت أحسن وارتب، ويروح بيته ويرجع، ليش المدينه؟ يعني اشرح للناس فائده وجود الطالب او الحافظ للقران الكريم في مدينه منوره. يمكن جزاك الله خير ابو محمد، هذه الفكره يمكن بدات من 20 سنه، بعض نعم. الجمعيات حتى بداتها بالسعوديه نفسها في مكه المكرمه، وواحد من اصدقائي يعني راح لها في سنه 2000 او 2001، يعني بدايتها تقريبا 20 سنه، لكن من الكويت بدات بعدها بسنتين او ثلاث. لكن احنا يمكن انا كاول رحله شاركت فيها كانت في سنه 2004، يعني قبل 16 سنه من اليوم، ما مع شاء الله، مركز تاج والدين لتحفيظ القران الكريم، وجزاه الله خير. يمكن رائد هذا العمل وبدايته كانت مع رحمه الله عليه الاخ وليد السبع، يعني كان ناشط في مجال تحفيظ القران وفي المراكز القرانيه، وكان مدير مركز تاج والدين وجزاه الله خير. كان يعني عنده شغف انه يمكن الفكره احنا حطيناها مع بعض ابو محمد، الفكره ان الطلبه بالكويت يمكن الغالبيه نسبه بسيطه اللي تقدر خلينا نقول بالسنه تحفظ 7 اجزاء وثمان اجزاء وتسع اجزاء، يعني كميات كبيره بحيث انه 3 او 4 سنوات يختم القران. المدة لكن كم غالبي شيخ؟ نعم، المدة كم شيخ يكون في إيه المدينة؟ لمدة الرحلة بدأت بشهر تقريبا 40 يوم حبيبي بالبداية، نعم وتقلصت إلى آخر سنة يمكن وصلت إلى 22 يوم. الحين راح أقول لك شو المبررات ليش نعم قلت المدة. يمكن الرحلة كانت فكرتها أن الطلبة خلال يمكن ارتباطهم في حلقات وزارة الأوقاف وغيرها يقطع شوط طيب، أنت عارف أبو محمد يعني وزارة الأوقاف تقريبا في 3 دورات بالسنة، أقل شيء الطالب يدخل بحزب، يمكن انا بعد كان لي دور كبير في وزاره الاوقاف نتكلم عنه تالي في الحلقات، الطالب يحفظ حزب هذه الكميه الاقل، فاذا هو دخل 3 دورات في السنه راح يحفظ جزء ونص. المجتهد ممكن يحفظ حزبين، واكبر كميه تقريبا كانت 4 احزاب، يعني جزئين في الدوره يعني في السنه تقريبا 6 اجزاء، هذا اكثر واحد مجتهد ممكن يحفظ، وهذه كميه جيده جدا مع الدراسه، وانت عارف ارتباطات الطالب من دوامه وامتحاناته وغيره، يعني هذه اصلا مو الكل كان يقدر يدخل الكميه هذه. نعم فاذا هو بيلتزم في منهج الوزاره في 5 سنوات راح يختم، اذا حفظ الحد الاعلى في كل كورس. واضح ابو محمد؟ يعني واضح جزئين في 3 دورات انت تتكلم عن 6 اجزاء، 5 سنوات طبيعي. لكن نعم في بعض الطلبه ما يقدر يدخل هذه الكميه في كل دوره، وارتباطاته مع الدراسه وغيره، فكانت الفكره انه اجازه الصيف اجازه يمكن نشوفها ابو محمد، ما شاء الله عندنا بالكويت طويله توصل ل3 شهور ونص او 4 شهور، فحلو ان الطالب يعني يكون له دور يعني او منهج مركز في هذه الاجازه، وايضا يقدر حتى ما تمنع عن سفر حتى السياحه مع اهله، يعني يقدر نعم يسافر شهر المدينه بعدين يختمها خلينا نقول شهر سياحه مع اهله اهم متاح. ايضا اذا كانت دوره حتى وزاره الاوقاف بالصيف والطالب ما التزم فيها تلاقي حتى يعني خلينا نقول مراجعته وكذا تقل المتابعه لانه مسافر او كذا، نعم فيكون في قطعه كبيره بين الكورس الثاني والكورس الاول السنه اللي وراها.
في يعني بالعكس لما يكون الطالب مفرغ في يعني في الصيف إجازة صيفية وفي مكان صراحة يعني أنت عارف، يمكن محمد تزرت المدينة وعارف شنو الجو اللي هناك، جو الجو روعة اليماني، وتشوف روعة. حلقات يعني الآلاف اللي قاعد يحفظون القرآن من حلقات الحرم النبوي، يعني روعة. جهد كبير أيضا من جزاهم الله خير إدارة الحرمين. فجزاهم الله خير المراكز في الكويت عدة مراكز، يعني رحلات كبيرة، يعني رحلات مبرة المتميزين، رحلات ربيع القلوب، رحلات تاج الوالدين، حفاظ الذكر، يمكن صارت 5 أو 6 رحلات يعني من بدأت برحلة، الآن 6 أو 7 رحلات قاعد تطلع يعني في فترة صيف لهذا النوع من الرحلات، وهذا النوع خلينا نقول من التركيز في الحفظ. يعني هي يمكن فيها جانب حفظي هذا أساسي أبو محمد، لكن فيها جوانب كبيرة. يعني في بعض الطلبة، أنا أقول لك قصص عن المدينة يمكن ما أخلص، بعض الطلبة يمكن كان جاي الرحلة حافظ 3 أجزاء، شاف الجو وشاف لما يشوف أبو محمد واحد من الطلبة اللي يختم، يعني احنا ما شاء الله سنويا تدري يختمون 4 5 6، فلما يشوف طالب من اللي يختمون هذا الشعور وجلسة الختمة ودعاء الوالدين ومع المشايخ وحضور الوالدين، مرات بعض الطلبة يعني جزاهم الله خير يتعنون الأهل يحضرون ختمة ولدهم في الحرم، هذا الشعور يعطي حافز كبير جدا جدا لبقية الطلبة. يعني أنا عندي بعض الطلبة كان جاي الرحلة حافظ 7 أجزاء أو 8 أجزاء، سنتين ختموا بإتقان ودخل بالقراءات سبحان الله. ما شاء الله، يعني الله يبارك لك. والآن كاني سمعت أن إمام ومؤذن في وزارة الأوقاف، عدد كبير من الطلبة يعني كانت لهم نقلة نوعية في حياتهم هذه الرحلة، في الجانب الحفظي وفي الجانب التربوي والأخلاقي، لأن أنت قاعد يعني 40 يوم تخيل أبو محمد تعيش في أجواء روحانية أكيد إيمانية بين طلبة التحفيظ، ساعات ترى كبيرة أبو محمد يقعدون بالحرم، يعني أنت عارف من بعد أكيد الفجر إلى الساعة 8، ومن أكيد الساعة من بعد صلاة العصر إلى صلاة العشاء، يعني أنت تتكلم يوميا الطالب قاعد يقعد 8 ساعات أو 9 ساعات صافي داخل الحرم، فهذه الأجواء طبعا تأثر. أنا ما أنسى هذه الأيام الجميلة. يعني أنا كنت فترة من فترات، عسى الله يبارك لك أبو جاسم، كنت تدعونا ونحضر طبعا مع مجموعة من حفاظ المدينة، وكنا نيجي بالأيام يعني يوم يومين أو 3 أيام ونستمتع فيها. أمانة إحنا ودنا لكل من قاعد يتابعنا الحين في البث المباشر عن طريق وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، اللي عنده أي سؤال البوكس اللي فيه علامة استفهام تقدر تسأل مباشر أو عن طريق الدايركت عشان يجاوب عليها طبعا شيخنا محمد القصار، أو المعلومات أو قصص تعرفونها عن الشيخ محمد القصار فيدونا فيها عشان احنا نطرحها على البث المباشر. ونبي طبعا الان الناس كلها تبي تعرف الاسس التربويه اللي تساعد النشء في الحفظ. لازم عندكم اسس وانتم تتبعونها خاصه في المدينه. طبعا ابو محمد رحلات المدينه مثل ما قلت لان لها طابع خاص ومده طويله ومحتاجه امكانيات عاليه في الحفظ، يعني الطالب احنا بالمدينه في السنوات الاخيره يحفظ في الفتره ربع حزب، انت تتكلم عن يعني في 3 ساعات يحفظ 2.5 صفحات باليوم، قاعد يحفظ 5 أوجه خلال نعم 4 ايام قاعد يحفظ جزء، فالكميه مو سهل على طالب مبتدئ خلينا نقول. فدائما احنا يمكن نظام الرحله عدد المقاعد يكون 25 مقعد الى 30 مقعد غالبا، والعدد اللي يسجل اكبر من هذا بكثير، مرات يكون الضعف او ضعفين، ويقام لهم بالكويت طبعا عده يعني خلينا نقول مراحل، المرحله الاولى يعبي الاستماره يحط بياناته، ولازم يكون حافظ على الاقل من 3 الى 5 اجزاء، يعني ما يصير مو انه ضد احنا الطالب اللي المبتدئ، لكن راح ينظلم في هذه الرحله اذا تو بيبدا حفظ القران من البدايه، يحتاج انه يكون قاطع شوط جيد على اساس يكمل في هذه الرحله. نعم فنسوي لهم الاستماره الشخصيه، بعدين نسوي لهم مقابله شخصيه للطالب قبل، يعني نشوف امكانياته حتى بالقراءه، لان مثل ما قلت لك في بعضهم عنده مشكله اصلا في القراءه، فهذا يعني عشان يصلح هذه المشكله صعب انه يدش في هذا النوع من الرحلات، يعني قراءه القران عنده فيها مشكله مثلا في التشكيل وغيره. المرحله الاخيره نقيم اعتكاف تجريبي مشابه لجدول المدينه مده مبسطه من 3 الى 4 ايام في الكويت، يكون مركز ونفس تقريبا المنهج اللي يحفظه هناك، ويقيمون الطلبة على هذا الأساس من يتم اختياره للمشاركة في هذه الرحلة. يعني فهي مراحل، بقي بعد هذه المراحل خلاص يعني المجموعة اللي غالبا اللي تطلع تكون يعني طبعا متفاوتة بالمستويات أبو محمد، يعني مو الكل يحصل على 100%، هناك احنا أسبوعيا عندنا اختبارات لتقييم الطلبة، وتشوف ما شاء الله يعني تتراوح المعدلات بين 100 الى 70 او 75 اقل طالب، لكن يعني الكل يقطع شوط كبير في هذه الرحله. هذا
هذا جرب. اي نعم وجاسم على موضوع يقول لك انا طبعا ما اجيد التجويد يعني، بس انا حتى صوتي مو قوي يعني وايد، بس لي قدره اني احفظ. شيخ شو تقول له يعني، خاصه الناس هذه، هل تشجعونهم ان يستمرون ولا ما تاخذونهم طبعا عليهم؟ طبعا الرحله ابو محمد مو لازم يكون متقن 100% بالتجويد عشان يحضر الرحله، طبعا اللي افضل هذا يساعده اكثر، لكن المشايخ نفسهم في اثناء فتره التحفيظ يحاول خلينا نقول يطور الطلبه اللي عنده تدريجيا من التجويد، ما راح يجيب اول يوم يحاسبه على كل احكام التجويد، لانه تعرف انت طالب وياي متغرب وياي خلينا نقول بعيد عن اهله مده شهر او 40 يوم او الفتره الاخيره يمكن 25 يوم، أكيد ما تبي خلينا نقول يعني تحبط معنوياته في اول يوم يعني. لكن والشيخ قولت محبه حبه يعني يعدل حكم حكم معه، يعني يبدا مثلا باحكام النون الساكنه والتنوين، بعدها يدخل على المدود، بعدها يدخل على الغنن، القلقله، احكام يمين ساكنه، المخارج يمكن ياجلها شوي، فيبدا يطور فيه. لكن ما شاء الله في بعض الطلبه لا جاي مستواه يمكن تجويد 70 80% او 90%، فهذا ما يبذل وياه مجهود كبير الشيخ، لكن الطلبه الثانيين لا يبدا يطور وياهم شويه شويه. لكن طبعا التشكيل مثلا هذه لا، يعني انت مثل ما شايخنا عارفين ان الخطا في التشكيل هو يسمونه في العلم التجويد لحن جلي، يعني في المسابقات مثل ما انت عارف اخوي ابو محمد الخطا في التشكيل مثل الخطا في الكلمه، يعني هي خطا واحد ودرجه تخصم واحده في الاختبارات. اما التجويد هو اللي ممكن يكون الغلط في التجويد درجته اقل في الخصم او كذا، لكن لما بدال الفتحة يخليها ضمة أو يعكس الحركات على طول تكون يعني خطأ، مثل لما يغير الآية يعني في المسابقات اللي تقيمها دولة الكويت أو مسابقات دولية أو غيرها يعني. شيخنا، ما هي يعني الشيء اللي يحفز الشباب اليوم؟ في شيء تشجع الشباب تحفزهم على الحفظ؟ شنو الطرق اللي دائما تتبعونها أنتم في المدينة أو كان في الكويت؟ يمكن ابرز النقاط اخوي ابو محمد يعني اللي تعطي الحافز، غير اللي مثل ما قلنا تشجيع الشباب بينهم بين بعض لما يشوفون اخوانهم اللي بالرحله اللي قطع وعلى وشك يختم او والله خلاص ختم وشاف ختمته، اللي يشوف يعني لما يشوف الامثله انه اصغر اكبر بالعمر يشوف الاصغر منه بسنه ولا سنتين على وشك انه يخلص، هاي تعطي حافز. طبعا احنا يمكن مثل ما انت عارف اخوي ابو محمد بالمدينه ايضا من الاشياء التحفيزيه اللي نسويها استضافه مشايخنا وقرائنا في الكويت اللي دائما يعني وجودهم طبعا يعطي حافز في كلماتهم التشجيعيه، مثل الشيخ فهد الكندري، الشيخ خالد هيم، قتيبة الزويد، اخونا الشيخ احمد المفيش، هذول المشايخ كلهم كانوا يزورونا في رحلات سواء في رحلات تاج الوالدين او في رحلات مبرة المتميزين، يعني احنا ما تكلمنا شو التفصيل، يمكن انا مو كل السنوات طبعا مسكت الرحله من 2004 يعني الى يومنا هذا مسكت رحله تاج الوالدين يمكن 7 أو 8 مرات، ما شاء الله. ورحله مبره المتميزين لتحفيظ القران مرتين، فيعني وشارك طبعا في زيارات لرحلات ثانيه، فيعني زياره هذه المشايخ خلينا نقول هم تعطي حافز لما يقول تجربته في حفظ القران، وشلون هو يمكن بعمر صغير خلص وشوف شلون هو يعني وجوده في هذه البلد المعطاء وتصدره خلينا نقول حتى في امامه المصلين في مسجد الدوله الكبير وغيره يعطي حافز طبعا. أكيد. وايضا من الاشياء اللي تعطي حافز عدد كبير من خريجين هذه الرحلات الان ما شاء الله يعني اما كبار في يعني دوله الكويت، يعني يمكن الشيخ قتيبة زويد كان من خريجين الرحله الاولى يعني وهو ام في المسجد الكبير وفي مسجد يعني راح يكون إن شاء الله ضيفنا إن شاء بلال الله. مسجد حضره يعني ولي العهد كان امامه في السابق، ومنهم الشيخ عثمان الهلال، منهم الشيخ عثمان الفهد، مجموعه كبيره من الشباب اللي تخرجوا من هذه الرحله الان ما شاء الله يامون يعني المصلين في مساجد الكويت ويمثلون الكويت في مسابقات دوليه، فهذا كله حافز لما يشوفون هذه الامثله قدامهم ويحط الهدف امامه. طبعا بالاضافه الى البرامج خلينا نقول الداخليه في الرحله، في طبعا لما بعض اولياء الامور اللي مو عارف الرحله يقول شهر شلون انتم حاكرينهم بس الحرم والفندق، لا طبعا في برامج ثقافيه، في مسابقات، في برنامج رياضي بالاسبوع مرتين تقريبا، يعني يقام هناك لعب كرة قدم وسباحة وغيره، فهذه شوي الأشياء على قولتهم تعطي تكسر حافز الروتين. أيضا أن أي تكسر الروتين، لأن مثل ما قلت أخوي محمد 8 ساعات أو 9 ساعات باليوم يعني فترة طويلة، وأعمار غالبا الطلبة غالبا 14 إلى 18، فمرحلة الشباب فيها طاقة ومحتاجة الحركة والنشاط، فيعني هذه خلينا نقول المشاريع أو البرامج المصاحبة هي تطلع شوي من الجو، تعطيه انتعاش مرة ثانية، تعطيه حافز انه يبدا اليوم الثاني ويكمل، وايضا تكريم اسبوعي كنا نسوي،
يعني اسبوعيا كان في تكريم ويعني جوائز حق المراكز الاولى والياب امتياز، فكل هذه حافز. كنا نسوي لايف مثل تجربتكم، كنا نسوي لايف حق اولياء الامور ايضا في الحرم او في التكريم، فيجيك والامر يقول انا ولدي اليوم ما تكرم وهنا ما تكرم، فهذه كلها تعطي حافز يعني عند الطلبه يعني. نعم. شيخنا بموضوع المسابقات، الحين الشباب الله يحفظهم وهم يحفظون في المدينة، وطبعا لما يردون الكويت، هل يكون هناك في مسابقات محلية بينهم ولا مسابقات على مستوى الكويت؟ هل أنتم طبعا تتابعونهم ولا تكون بس طريقتكم لفترة المدينة وانتهى؟ طبعا الدور يكون على حلقات ولا البرامج اللي هو يشارك فيها في الكويت. اي طبعا، بالنسبه للسؤال وايد مهم، جزاك الله خير محمد. العلاقه مع القران ما لازم ما تنتهي طبعا بانتهاء رحله المدينه، رحله المدينه كلها شهر خلال السنه. فغالبا يعني المركز مثلا، المراكز اللي تقيم هذه الرحله مثل مركز تاج والدين او مبادره المتميزين او غيرها من المراكز، تقيم حلقه للمتميزين، ما يشترك طبعا فيها كل الطلبه، ممكن يشارك فيها يعني العدد اللي يشاركوا بالرحله 20 او 25 مشارك، ممكن الحلقة هذه يدخلها 5 إلى 10. أنت عارف يمكن البعد المكاني أيضا، لأن ما شاء الله المشاركين يمكن من الجهرة، من الفيحيل، من محافظة العاصمة، حولي، من الأحمدي، من كل المحافظات. فيعني مرات تكون في صعوبة في الانتقال يعني إلى مركز تاج والدين في الروضة أو مبادرة المتميزين في شويخ. فغالبا يعني في الطلبة اللي ساكنين في المسافات القريبة يلتزمون في هذه الحلقة بعد الرحلة، والبقيه طبعا نحمسهم ونحفزهم ان يدشون اي مراكز قرانيه سواء تابعه لوزاره الاوقاف كمراكز المتميزه مثل الشاطبي او الحلقات المتوفره في المساجد، او المراكز الخاصه الثانيه، بحيث انه يكون في استمراريه يعني في الحفظ. اما اذا فقط التزم في هذه الرحله وقطع بعدها، نعم بالعكس اصلا احنا من الاسئله اللي دائما اتذكر حتى بالمقابلات الشخصيه كنا نسالها، خصوصا ابو محمد مع الطلبه اللي راحوا ويانا قبل، نقول له نعم احنا من انتهاء الرحله الماضيه السنه الماضيه الى الان انت بتشارك في هذه الرحله، شنو علاقتك مع القران خلال المده هذه؟ هل التزمت مع شيخ المسجد؟ هم مع وزاره الاوقاف في احدى الحلقات؟ هل التزمت مع مركز معين؟ اذا كانت اجابته بالنفي ان انا والله اخر عهدي في حفظ القران الرحله الماضيه، هذا يكون من اسباب انه ما ناخذ الرحله الثانيه، لان علاقه القران ما هي مرتبطه بس برحله المدينه وتنقطع بعد هذه الرحله يعني. فهذا شيء جدا مهم مثل ما قلت محمد، انه يلتزم مع اي شيخ سواء يعني اي وسيله، اهم شيء يكون في استمراريه مع احد المشايخ الموجودين اللي تقدر تلتزم وياه مو اقل من 3 4 مرات بالاسبوع، تتواصل معاه، تراجع حفظك، تسمع له الحفظ الجديد، ولا ما راح تستمر في حفظ القران في هذه الطريقه. نعم شيخنا، شنو الشروط الواجب توفرها في معلم القرآن الكريم؟ يعني هل حتى في عن طريق رحلتكم في شروط معينة لما ينضم الشيخ محمد القصار ولا ينضم مشايخ آخرين للرحلة، شنو الشروط اللي لازم تتوفر أو الصفات اللي تتوفر في طبعا معلم القرآن الكريم اللي يكون معاهم بالرحلة؟ الناس طبعا بدها اخوي ابو تعرف. محمد، اي نعم، شيء سؤال مهم. احنا يمكن بالرحله اغلب الشباب، طبعا اغلب الشباب حتى يمكن لما نكون ماسك الرحله، يتم اختيار الطاقم يعني خلينا نقول الاداري والاشرافي، اغلبهم من حفظه كتاب الله عز وجل او على وشك ان يختم القران الكريم. فاغلب المشاركين في الاشراف التربوي والاداري يكون من حفظه، هذا شيء يعني يميز هذه الرحله. لكن احنا طريقتنا في الرحله ان التحفيظ المباشر في الحرم النبوي يتم عن طريق مشايخ بالتنسيق مع طبعا رئاسه الحرمين ومراكز التحفيظ المعتمده في مثل الهيئه العالميه لتحفيظ القران في المملكه العربيه السعوديه اللي راسها كان في السابق الدكتور عبد الله بصفر. يعني يتم تنسيق مع هذه الجمعيات، يزودوننا بمشايخ متفرغين معانا طول الفتره، وطبعا مثل ما قلت لهم شروط خاصه طبعا، يعني نعم يكونوا متقنين في التلاوه، بالهم وسيع. احنا الشيخ يمكن نحرص ما نحط معاه عدد كبير في الرحله، يمكن 5 إلى 6 طلبه بالكثير، بحيث انه يكون في تركيز عالي، لان الطالب مثل ما قلت اخوي ابو محمد قاعد يسمع 2.5 يعني ربع حزب تقريبا في الفتره الواحده، وغير كميات المراجعه المضاعفه ومراجعته المستمره مع الشيخ، فياخذ الشيخ الطالب فتره طويله مع الشيخ. فاذا حطينا اكثر من 5 أو 6 اصلا مع هذا العدد اللي يمكن تشوفه صغير ابو محمد، مرات الطلبه قاعد ينطرون دور عند الشيخ. بس لان انا ال لان شنو لا تفضل ابو جاسم. لان شنو فانا قصدي ان يعني نحرص ان العدد بسيط يكون عند الشيخ، الشيخ متقن في القراءه، يعرف يتعامل مع الطلبه خلينا نقول باختلاف نفسياتهم. يعني ترى الطلبه دائما لما نحطهم في الحلقه مو نفسيه واحده، الطالب في طالب مجتهد جدا
في الحلقه في طالب اقل مستوى تعامله، شلون يحفزه، شلون يطور تجويده. يعني طبعا يعني احنا خلاص مع الخبره يمكن 16 سنه الان الرحله، في ال5 سنوات الاخيره تقريبا المشايخ ثابتين معانا، لان خلاص عرفنا. يعني اكون وياك صريح ابو محمد، في مشايخ استبعدناهم خلال الرحله، مرات اذا كان مستوى اقل من المطلوب بشيء بسيط ممكن يستكمل معانا الرحله، لكن اذا كان يعني كانت عليه ملاحظات كبيره من الاداره وفي المجال الحفظي ومن الطلبه ايضا، ممكن يستبعد الشيخ اثناء الدوره، ويعني نرتب بديل عن هذا الشيخ، لان احنا بالاخير يعني ما اخذنا المجموعه هذه من الشباب الى المدينه المنوره المده هذه الطويله، واخر شيء يكون خلينا نقول خط الدفاع الاول والمباشر للحفظ هو الشيخ مع الطالب وضعيف او مستواه مثلا ما يرقى الى المطلوب يعني. أنا فلا اي نعم إيه. أنا عندي سؤال من الأخت زهى حمد. أنا السؤال مو واضح، بس طبعا السؤال للشيخ محمد عن إمكانية تنفيذ ملاحظاته للتشجيع. ما أدري شنو تقصد شيخ، ما أدري انا تنفيذ اتوقع ملاحظاته. اللي ذكرناه ابو محمد، اللي الاشياء اللي نحاول نحفز فيها اثناء الرحله من مسابقات، حتى يعني الجميل بالرحله ابو محمد حتى المسابقات الثقافيه اللي نسويها داخل الرحله يتم اختيارها بعنايه، كل اسئله غالبا تكون من القران الكريم، لان نعم حتى هذا المجال يعطيهم خلينا نقول يعني نشط الذاكره لمراجعه الايات وتعيش مع الايات، لما يسالك سؤال داخل القران معنى ايه معينه، معنى كلمه معينه، استكمال آية معينة. تفسير، فدائما ضروري تفسير شيخ محمد. والله طبعا أثناء الرحلة ما نحط منهج تفسيري ضخم للطالب، نعم لكن هذا شيء جميل مثل ما قلت لك بالمسابقات. اثنين، المشايخ نفسهم جزاهم الله خير يعني جهد ذاتي منهم، يكون في وقفات مع الطلبة، لما يسمع آية معينة مرات يوقف يقول الكلمة الفلانية تعرف معناها، إذا كان يعرفها ممتاز، لكن إذا ما عرفها الشيخ يعطيه ويعطيه معنى الآية هذه، لأن بعض الآيات مرات تشكل على الطالب ما يفهم شنو معناها لكن يحفظها حفظا. فهذا شيء جدا يعني مراعينا في المشايخ اللي يكونوا موجودين، يكون عندهم أيضا هذا الحس في مجال التفسير يعني. شيخنا شيخ محمد، يعني الآن الطلبة متنوعين بالفكر، متنوعين بالحفظ، متنوعين مختلفين، كل واحد مختلف. زين، فكيف احنا نقدر، طبعا الله يحفظك، ان هذا الطالب سريع الحفظ، هذا الطالب بطيء، هذا كيف تقدرون توفقون بينهم؟ يعني شلون تعرفون ان هذا الطالب كيت وهذا الطالب ايه؟ يعني هذه شيء مهم، يعني خاصة تقول لك والله في اولياء امور وايد، يعني دائما بنفتح احنا لايف في البث لايف، دائما يقول لك عيالي صعب عليه الحفظ، في ابن عيالي سريع الحفظ، ففيدنا في هالموضوع شيخ. مثل ما ذكرت انا اخوي ابو محمد، المستويات سبحان الله البشر يعني مو متساويه بالحفظ والفهم، فداخل الرحله مثل ما قلت لك يعني احنا ناخذ اعلى المستويات الموجوده، لكن مو كل الطلبه الموجودين في هذه الرحله يكونوا مستوى واحد بالحفظ، واكبر شلون دليل تصير؟ ما شاء الله يكون عندنا بعض الطلبه خلاص تشوف مستواه من اول اسبوع في الاختبار الاسبوعي هو معيار عندك على مستوى اداءه واتقانه في المراجعه، تشوف بعض الطلبه ثابت على 99 100 98 ما شاء الله، يعني ما ينزل عن اعلى درجات خلال كل الاسابيع، يعني احنا نكون في 3 او 4 اسابيع تشوف الطالب مستواه ثابت. تشوف نوعيات ثانيه من الطلبه لا في تطوير بالمستوى، يكون بدايه الرحله ابو محمد مستوى نازل مع متابعه الشيخ، مع خلينا نقول على قولتهم العجل بدا تدور، يعني غالبا الطلبه ما تعود على هذا النوع من الرحلات والكميه المكثفه في الحفظ اليوميه، نعم فاوائل الايام تشوفها يعني يعاني صراحه من صعوبه كبيره، وممكن حتى يوصل مرحله انه يقعدون مع اداره الرحله، في بعض الطلبه الصغار بعمر حتى تبكي يعني يا يوم متحمس وحاب بالقران يحس اول يوم انه فلان قاعد يخلص وينجز انا مو قادر، مع التشجيع مع تخفيف الكميه المؤقت له، يعني مرات نقلل الكميه على الطالب يوم يومين حتى شوي يبدا على قولتهم ياخذ على الوضع ويبدا ينشط عند الذاكره اكثر، تلاقيه بالايام الاخيره مرات بعضهم يصير هو من الاوائل سبحان الله، في اللي يعني نعم يمكن تعثر في الايام الاولى، لكن في الايام الاخيره تلاقيه من المتميزين، وفي ناس سبحان الله مستواهم بالمتوسط، تلاقي مثلا 80 85% ثابت على هذا المستوى، يعني هذا خلاص هذه امكانياته وطاقته ما راح يقدر اكثر من كذي، وترى يعني وهذا يمكن معيار انت تشوفه اخوي ابو محمد بالمسابقات الدوليه او المسابقات المحليه اللي تقام، مرات كبار المشايخ ما نعم يقدر ياخذ يعني اعلى الدرجات في الاختبارات اللي تصير، ممكن ما يجيب ال 199 هي امكانيات بالحفظ وفي استحضار الايات والمراجعه، فسبحان الله تختلف من شخص لشخص، في ناس يمكن طبعا المراجعه جدا مهمه ونوصي طبعا الطلبه
في نهاية الرحلات فيها، لكن سبحان الله في ناس يمكن ما تمر على الآية أشهر وتلاقي حفظه فيها متقن، وفي ناس سبحان الله يوميا يمكن مراجعته على نفس الآيات ولما يقرأ ممكن يغلط فيها، يعني ذاكرة تفرق من شخص لشخص. لكن احنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بتعاهد القرآن، يعني فإنه أشد تفلتا من الإبل في عقلها، لأن القرآن سبحان الله يتفلت. فإحنا المطلوب منا أنه حدث النفس في يمكن في سواء في رحلة المدينة، الآن احنا أخوي محمد يعني في أيام فاضلة جدا، وفي شهر في شهر القرآن في شهر رمضان، هذا يمكن باب كبير للمراجعة أيضا في هذا الشهر الكريم، أن الواحد يقطع فيه شوط كبير. اليوم يمكن بعد 10 أيام و11 يوم راح تدخل علينا 10 الأواخر، المساجد مسكرة، لكن ممكن واحد يسوي له حتى معتكف داخل البيت في محرابه يراجع، يعني في أفكار كثيرة ممكن واحد يسويها، يعني خصوصا في هذه الأيام الفاضلة اللي احنا نمر فيها. شيخنا في سؤال طبعا من الاخوان، طبعا احنا جاوبنا عليه، لو يرجع للحلقه طبعا يقدر يستفيد منها، هل رحلات المدينه لاشخاص معينه ام شلون طريقه الاشتراك فيها وكيف يمكن التسجيل في هذه الرحلات في المدينه؟ يعني نقول اتوقع يرجع باختصار. حق الحلقه، قلنا المراحل شلون والتسجيل، تسجيل كل عام لكل الشريحه العمريه اللي احنا حاطينها، لما قلت لك لما نحط من 14 الى 18 اي طالب من 14 الى 18 يقدر يسجل، وبعدها يدش بال خلينا نقول المراحل اللي اعلنا عنها، اللي هي الاستماره الشخصيه ثم المقابله ثم الاعتكاف التجريبي. وما في طبعا معيار لفلان نعرفه، يعني يا طلبه مثلا راح معانا الرحله هذه وقدم أيوة. السنة اللي وراها وما كانت له فرصة يشارك مرة ثانية لأن في مستويات أعلى قدمت السنة اللي وراها، والعكس ممكن ناس ما خذيناها السنة الماضية يعني تطور مستواها وقوى حفظه ومراجعته، ممكن السنة اللي وراها يشارك. شيخنا احنا نعطيك فاصل شوي تشرب لك ماي، والناس تبي تسمع ما شاء الله يعني ترتيلك في القرآن الكريم، نريحهم في شوية. وايد ملفات ما تكلمنا عنها ابو محمد بنتكلم بنتكلم الحين، عنها بنتكلم عنها، عندنا وقت، عندنا وقت، خلنا نسمع شيخنا يلا شوية، الله يحفظك. إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ما شاء الله، بارك الله في صوتك وجزاك الله خير شيخنا شيخ محمد جاسم القصار طبعا، واليوم ضيفنا في طبعا حفاظ من بلدي، وراح نتجه طبعا إلى جانب آخر عن الشيخ محمد، نبي نتكلم عن مواضيع ثانية. شيخ تذكر متى ختمت، أي سنة وبعمر كم؟ والله الحمد لله يمكن انا استكملت الحفظ في رحلات المدينه، يعني هي عطتني خلينا نقول من 2004 لما بديت بالرحله، والرحله الثانيه في 2005 وخلصت السند مع الشيخ جزاه الله خير، يمكن هذه المشايخ اللي يعني نقدم له التحيه، والان هو في ماليزيا الشيخ سفنديار موجود في ماليزيا حاليا، وكان في المدينه المنوره في 2005 واخذت السند عليه، يمكن هذه بعد قصه طويله، يعني كانت في الرحله وبعدين حضرت له بعدها بعد الرحلة واستكملت مع السند، كان هذا أول سند مع الشيخ سفنديار جزاه الله خير.
نعم. شيخنا الإمامة، متى بلشت في الإمامة؟ متى الإمامة يمكن أول مرة قدمت للصلاة في رابع متوسط في مسجد ما شاء الله. شويب، يمكن جزاه الله خير الشيخ، نوجه له تحية أيضا، أبو عبد الله محمد العلي، كان في أول مرة يمكن قدمني وكنت صغير جدا في رابع متوسط، صليت ركعتين أو 4 ركعات في صلاة تراويح، وبعدها يعني قمت أصلي بعض الليالي، يعني بعدها بسنتين أو 3 بديت نهاية الثانوية أصلي بعض الليالي في رمضان، إلى نعم. أن يعني قبل 12 سنة أو 13 سنة تقريبا، يعني في سنة 2007 أو 2008 صليت في مسجد العمير، نفس المسجد اللي جزاه الله خير الشيخ خالد الكندري صلى فيه في السنوات الأولى، بعدها دعيت إني أصلي فيه رمضان كامل، صليت فيه سنتين أو 3 سنوات، ثم أيضا وجه له التحية جزاه الله خير أبو يوسف، أنت ممكن تعرفه ويعرفون الشباب في الوزارة، الوكيل السابق أخونا خالد بغيث أبو يوسف، أي جزاه سلام. الله خير صدفة يمكن مرة شافني، وهو يمكن لما ما تكلمنا عن رحلات مسابقات دولية، لأني يعني واحدة من الرحلات كنت معاه في الرحلة، وشافني وقال لي ليش ما تيجي مسجدنا؟ وهذا الكلام كان قبل 10 سنوات أو 11 سنة، وكان في مسجد صالح الكندري في صباح السالم، ما شاء الله. والحمد لله يمكن إلى يومنا هذا أنا أصلي التراويح والقيام في هذا المسجد. حبيت خلينا نقول أهل المسجد جزاه الله خير، إمام المسجد نوجه له أيضا تحية شيخ أبو أنس مالك السبيعي، الله يجزاك والموجودين الشيخ أبو عبد الخالق المؤذن وكل المشايخ اللي كانوا معانا، الله يحفظك. ويمكن بدينا في هذا المسجد في سطر وسطر ونص، وبعد سنتين جزاهم الله خير أيضا وزارة الأوقاف هذا المسجد صار مركز رمضاني في صح. ال7 سنوات تقريبا الأخيرة، والآن ما شاء الله يمكن إذا أنت زرتنا أبو محمد بعض زرت المرات، نعم. والسنة الماضية كان جزاه الله خير أيضا الوكيل السيد فريد عمادي والشيخ داود عسعود زارونا في الصلاة، وكان يمكن الحضور وصل في بعض الأيام الفردية وفي ليلة 27 يمكن أكثر من 2500 أو 3000 مصلي ما الحمد شاء لله، الله يعني الساحات سبحان الله. الخارجية كانت يعني كلها يعني تكون ممتلئة الحمد لله، عسى الله يتقبلوا معي يصلون معي نعم. عدد كبير من المشايخ، يعني أنا كنت ثابت يوميا هناك في التراويح والقيام، ويشاركوني في الصلاة عدد كبير من المشايخ يحيون معنا طبعا من داخل وخارج الكويت، يعني حتى الله السنة يبارك. الماضية في ضيوف من المغرب العربي وغيره من المشايخ الكبار اللي احنا نتعلم منهم الصراحة. نعم شيخنا، لك مشاركات مسابقات داخل الكويت محلية وخارجية، تذكر لنا إياها شو يمكن مشاركاتك؟ داخل الكويت ابو محمد يعني جزاهم الله خير، يمكن هذه النقطة أو ودي دائما أتكلم عنها، أن دائما احنا نحفز الطلبة اللي يدشون في مجال تحفيظ القرآن ان تكون لا خلينا نقول مشاركه ومساهمه في هذه المسابقات، لان المسابقه ميزتها تعطيك جانب تنافسي، كميه كبيره من الاجزاء للمراجعه، فخلينا نقول مثل كورس تدريبي ممتاز لحافظ القران انه يراجع فيه الاجزاء، يمكن انا الحمد لله فزت في مسابقه الامير يمكن 3 مرات، في المركز الثاني كنت اخذ، فزت ما في شاء الله مسابقه الخرافي مره المركز الاول على مستوى الكويت، ما شاء وفزت الله. في مسابقه الحساوي هذه اخر مسابقه يمكن فزت فيها، في التلاوة كانت المركز الأول أيضا الحمد لله يعني على ما شاء مستوى الله الله الكويت، يبارك هذه الله داخل يبارك. الكويت، وطبعا بالإضافة للمسابقات اللي تصير في مثلا أيام الدراسة في كنت طالب في مدرسة النجاة على مستوى التعليم الخاص والمسابقات الصغيرة الثانية، لكن هي أبرز المسابقات مثل ما أنت عارف هذه المسابقات، مسابقة الأمير حضرة صاحب السمو ومسابقة الخرافي الحساوي هي الأكبر بالكويت، وهذا بعدها يمكن جزاهم الله خير ايضا برعايه من وزاره الاوقاف، بعد ما يمكن بعد فتره ال15 سنه الاخيره صار توجه ان تمثيل الكويت في المسابقات الدوليه، وفي نعم جهد كبير قاعد يعني تقيم وزاره الاوقاف عن طريق اقامه معسكرات للمراجعه وتصفيات داخل الكويت، والحمد لله يمكن كانت لي مشاركه في 4 مسابقات خارج الكويت، اولها كانت في مكه المكرمه المسابقه الدوليه المعروفه، ويمكن نوجه له التحيه كان وياكم قبل كم يوم الشيخ بدر العلي كان جزاه الله ايوه خير نعم معاي في نعم هذه المسابقه، كنا انا وياه مثل يعني الوزاره ودوله الكويت، وبعد وحتى الشيخ عبد المحسن القاسم امام الحرم هو كان رئيس لجنه التحكيم وانا قاعد اسمع، ما شاء الله وايضا شاركت في مسابقه بعدها في ليبيا، وهذه كان جزاه الله خير هذه كان من اكبر المسابقات ايضا الدوليه، وكان جزاه الله خير ابو يوسف الشيخ خالد بغيث هو كان ايوه معاي في هذه الرحله من الوزاره، وشاركت ايضا في مسابقه ايران وكان معي الشيخ المنصوري، وايضا في مسابقه لبنان كان معي 2 من المشايخ يمثلون ايضا الدوله اللي هم الشيخ يزيد القطان والشيخ عبد الله ابل، فهذه كانت مساهمات المسابقات الدوليه، طبعا قبلها كانت وزاره الاوقاف تقيم تصفيات داخل الكويت، نعم والحمد لله كنت اخذ فيها من المراكز الاولى يعني الاول او الثاني او الثالث،
وبعدها يتم اختيار المراكز الاولى انه يشاركون في هذه المسابقات الدوليه، بعضها تكون في فرع التلاوه وبعضها في فرع الحفظ. يعني ما شاركت شاء الله بالنوعين يعني. ما شاء الله هذه شيخنا. يمكن يعني مختصر المسابقات سواء محليه او الدوليه. الله يبارك، الله يبارك، الله يبارك فيك ويطرح فيك البركة. ابو محمد في رحله احنا ما تكلمنا عنها اذا تسمح لي. قبل ما يمكن احنا نسأل الرحلة، تكلمنا. قبل ما نسأل اي الرحلة تفضل. أبو جاسم، أنا آسف، نبي نرجع حق الإمامة. يعني اي ما نعم. شاء الله تبارك الرحمن بهالصوت الجميل، الله يبارك فيه. طلبوك برا الكويت، أذكر في دول برا الكويت، بريطانيا، و... السويد. اي والله انا يمكن انت متابع محمد، احنا يمكن دائما على تواصل. انا شاركت اول مره بالتنسيق مع جزاهم الله خير جمعيه النجاه الخيريه بالكويت، كان عندهم مشروع في يعني خلينا نقول يرسلون ائمه الى بريطانيا، كان مراكز في بريطانيا طالبه من جمعيه النجاه. تعرف انت هناك يعني في بعض المشايخ موجودين لكن عدد كبير من المساجد، وفي رمضان يحتاجون خلينا نقول دعم من الكويت، من السعوديه، من هذه الدول، يتم ارسال بعض المشايخ. فيعني اول مشاركه كانت في 2014 في بريطانيا في 10 ايام الاواسط في رمضان، كانت 10 ايام. وشاركني نعم اخوي، نوجه له التحيه، اخوي الشيخ ناصر العازمي ابو يوسف، دائما نعم كان يصلي معي في صالح الكندري. رحنا الى بريطانيا وصلنا يمكن في 5 او 6 مراكز من اكبر المراكز في بريطانيا، يعني كل مسجد ليله او ليلتين. في ايست لندن واحد من اكبر المساجد في بريطانيا، هو مشهور جدا يعني، صليت في نعم ليله، صليت في يعني مسجد ريجنت بارك من اكبر المساجد ايضا في بريطانيا، وبعض المساجد الاخرى يعني المراكز الاخرى. في وكانت السويد، الحمد لله تجربه يعني كان في جميله في السويد بريطانيا. ولمسه. اي انا رجعت من بريطانيا، صليت في صالح كندري يوم او يومين، واستكملت العشر الاواخر في السويد في نفس السنه، يعني ما كان شاء في الله 2014 بعد بريطانيا. اذا السويد هذه كان دعوه من احد المراكز في السويد، وكنت اصلي. يمكن تجربه السويد فيها جانب لطيف شوي اذا تسمح لي اقوله ابو محمد. يا ليت والله، يا يمكن ليت انت والله. تسمع ابو محمد ان الصيام في الدول الاسكندنافيه يعني طويل الصراحه، خصوصا في السنوات هذه لما رمضان يكون في فتره الصيف، يعني يكون الصيام جدا طويل. يعني انا اتذكر واحنا بالسويد اذان المغرب كان الساعه تقريبا 10 ونص، اذان المغرب، واذان العشاء كان الساعه 11 ونص تقريبا. الفجر. فتخيل، لا والشباب الفجر الساعة 3. فالشباب جزاهم الله خير في المركز، أنا أول ما ذهبت يعني أو رحت هناك كنت متوقع أن أساس الليل جدا قصير، توقعت القيام هو واحد يعني تراويح وقيام مرة واحدة، صح ولا؟ لأنه ما في ليل صح يعني. صح لكن أول ما وصلت كانوا يقولوا لي لا احنا تراويح وبعدين قيام. قلت لهم احنا نسويها بالكويت وبالخليج، لأن ما شاء الله المغرب كان الساعة 6 والفجر 3:30 أو 4، ففي مسافة طويلة يعني مدة طويلة. يستعملون لكن قال ما شاء الله مجتهدين يعني الجاليات الموجوده هناك والمسلمين الموجودين في السويد. فكنا نصلي، تخيل ابو محمد، يعني صلاه العشاء يؤذن المؤذن ويقيم مباشره لانه ما في وقت كلش. فكن كان يؤذن ويقيم ونبدا خلينا نقول 11 ونص، اخلص التراويح الساعه 12 وربع، يعني صلاه خفيفه كانت مو طويله، 12 وربع او 12 ونص، وواحد من المحليين يوتر لان تعرف في ناس ساكنه مسافات بعيده فما تقدر تكمل القيام، فكان يوتر بس لهم على اساس اللي بيمشي، وارتاح ساعه او ساعه الا ربع، ونبدا الساعه واحدة وشوي صلاه القيام، يعني فقط بين التراويح والقيام يمكن ساعه او اقل، نبدا واحدة ونص الى 2:30 تقريبا او 3:15، اطلع من المسجد على ما اوصل السكن اصلا باقي 5 دقائق على اذان الفجر. فيعني كانت صراحه بس لها ماكو متعه، سحور، صح، بس لها متعة، ما يمدي ماكو ما سحور، في ماكو وقت. سحور. لا بس فهذا كان يعني الله، الجو. يعني جزاهم الله خير، يعني خاصة الجاليات الخارج، يعني خلينا نتكلم في الدول الأوروبية وغيرها، مساكين يعني يجتهدون دائما، ودهم يصلون التراويح ويصلون القيام ويحرصون عليها. يعني شوفوا متعطشين، الحمد لله احنا بنعمل، لله الحمد، جدا. احنا في نعمة، احنا في الكويت ولا ومساجد كنا في، كثيره تختم نعم بمحمد ومجتهده يعني، ويصلون صلاه سبحان الله طويله. يمكن هني بعض المساجد عندنا ما تقوى على هذه الصلاه يعني. نعم يمكن اخر تجارب قبل 3 سنوات تقريبا في 2016 نعم كانت الى ايضا واحد من المراكز في النمسا جزاه الله خير يعني قدم لي الدعوه، ورحت هناك تقريبا 10 ايام او 12 يوم في رمضان اوائل الايام، كانت مو بالعشر الاواخر، وكنت مقيم حتى في نفس المركز. الجميل في هذه الرحله يمكن خذيت ولدي حتى وياي، يعني جاسم جاسم، كان الله وياي في يحفظك. هذه الرحله، وكان هناك الصيام يعني مو مثل السويد، لكن ايضا كانت يعني المغرب تقريبا 9 ونص او 10 الا ربع، وايضا الفجر 3 و3 وشوي، فكان الصيام طويل، وكان اول سنه يمكن يصوم بدايه صيامه يعني. فاتفق وياي اتفاقيه، قال لي انا اصوم يوم افطر يوم،
اساس نكون على بينه من اول يوم، الله فان يحفظك. الوقت الصيام طويل. لكن الحمد لله، وكان وياي حتى اخوي ابراهيم، واحد من الشباب اخوي ابراهيم المطيري كان معي في الرحله. يعني كانت تجارب جميله. طبعا يعني جو رمضان في الكويت اجمل وكذا، أكيد لكن حلو انه يكون لك دور، خصوصا مثل ما قلت الجاليات اللي برا متعطشه نعم ليعني زياره الشباب والقراء من الكويت ومن الخليج، لهم معزه خاصه عندهم، نعم فيمسكونك لما نهايه الفتره بتمشي، لا كمل ويانا رمضان، ما يصير تخلينا بالنص. ولكن الحمد لله يعني ودعوني مرات بعدها، بس سبحان الله ما صار لي فرصه، يمكن لاني يمكن بالسنوات الاخيره او ال5 سنوات الاخيره، يمكن هذه نختم لان ما بقى شيء على الوقت قاعد اشوف قدامي. الوقت ما في، يعني السنوات قاعد طالع الوقت ما في. ايه نبي اي نختم نختم شيخ عشان في السنوات الاخيره اتجهت الى العمل التطوعي والعمل الخيري مثل ما انت عارف اخوي ابو محمد، فيعني صار في صعوبه اني شوي اشارك في هذه المشاركات، خصوصا انه يكون لنا جهد هني كبير في الكويت وبرا في هذه الايام. والحمد لله انه يعني وجودي في، يمكن اتجهت في العمل الانساني مع جمعيه الرحمه العالميه، وفي هذا العمل يمكن طبعا هو مو يغلب عليه الجانب القراني، جزء من اجزاء الجانب القراني هو جانب اغاثي وانساني وطبي وتعليمي، لكن الحمد لله كون انا عندي تجربه في المجال الحفظي حرصت انه في الدول اللي انا اعمل فيها، انا اعمل في شبه القاره الهنديه، يعني في بنغلاديش وسريلانكا والنيبال وبورما والهند وباكستان، الدول هذه ان بزياراتنا ويكون في تركيز على المجال القراني اكثر. والحمد لله كان في ثمره وفي تطوير في سريلانكا، يعني انا حضرت قبل 5 سنوات اول ختمه لطالب في سريلانكا من مراكزنا، والان ما الحمد شاء لله الله. اكثر من 100 طالب ختم يعني في سريلانكا مع جهد الاداره والمشايخ الموجودين هناك. وايضا في بنغلاديش كان لنا تجربه جديده، يعني القران في بنغلاديش والحفاظ بكثره مثل ما انت عارف محمد، وشاركوا مسابقات دوليه، لكن وعندنا اعداد وختمه على مستوى عالي، لكن كان عندنا نقله نوعيه، ودينا واحد من المشايخ المتقنين اليمنيين في القراءات العشر حتى يطورهم في مجال القراءات ويطورهم في مجال المخارج. انت عارف اخوي محمد الاعاجم في هذه الدول عندهم مشكله في بعض المخارج في بعض الحروف، انت عارف، لان شيخ والساده شيخ المشاهدين، لان شيخ الاعاجم مهما يجتهدون المخارج شوي ما تكون دقيقه عندهم. نعم شيخنا أبو جاسم، يعني أمانة إحنا قبل لا نختم باقي لنا دقيقتين تقريبا، ونبي نصيحة خاصة برنامجنا حفاظ من بلدي وفي شهر رمضان الكريم، وعسى الله يبارك حتى في ولدك جاسم. أنا أدري يعني أنت مسيرة قاعد مشى فيها والدك، أنت الآن قاعد تسويها مع جاسم الله يحفظه. فنبي نصيحة طبعا أولياء الأمور للشباب الآن في فترة، هذه فترة الحظر، شنو الطريقة تنصحهم في شهر رمضان؟ يمكن انا مو عشان اتكلم عن قصه جاسم، لكن اللي قاعد يسويه جاسم موفرته وزاره الاوقاف جزاهم الله خير، يعني جاسم حاليا مشترك في حلقات وزاره جزاهم الله خير، مع خلينا نقول مواكبه الاحداث والحظر وغيره، خلوا التسميع والتسجيل اونلاين مع المشايخ وعن طريق برنامج الزوم وغيره من البرامج، ما وقفت الحلقات، يعني من خلينا نقول وقفت الحلقات او صار الحظر او صار ساعات الحظر، وزارة الأوقاف كانت جزاهم الله خير يعني متواكبة مع هذا الحدث، نعم وجميع الحلقات تحولت عن نظام أونلاين، فما حد يعني لا حجة يقول لا أنا ما أقدر أحفظ والحين حظر ومحكورين والحلقات مسكرة، لا الحلقات مسكرة كحضور، لكن المشايخ مجتهدين في التسميع عن طريق الأونلاين، تقدر نعم تسجل ولدك بضغطة زر، دش على روابط وزارة الأوقاف وتسجل ولدك في هذه الحلقات المنتشرة في كل، أي واحد يقدر يسجل والمجال وانت تتابعه مفتوح، بالبيت، وانت تتابعه. وتتابع نعم وياه وتراجع له، والشيخ جزاه الله خير نعم يصحح له شيخ التلاوة ويتابع بحفظه. شيخنا الفاضل، شيخنا انا اسف اقطعك ثواني بالبث، يعني كل الشكر لفضيله الشيخ محمد جاسم القصار مدير رحله حفاظ المدينه لتحفيظ القران الكريم. احنا شيخنا باكر معنا فضيله الشيخ خالد الراشد، مرشد ديني في اداره الشؤون الاجتماعيه والعمل، راح طبعا عنده تجربه في القران وتجربه يمكن في اكثر من مركز في وزاره الشؤون، راح يتكلم عنه. انا اوجه لك التحيه ابو محمد، واوجه التحيه حق حساب وزاره الاوقاف اللي في هذه البادره الجميله يوميا في هذا الوقت الجميل، وخلينا نقول الناس كلها قاعده بالبيت وتتابع هذه البرامج، تعطي اثراء حق المشاهدين، ويعطيكم العافيه على المجهود الكبير يا ابو الله محمد. يعافيك، وانت مشكور، جزاك الله خير شيخنا ابو جاسم، والحديث له يعني بقيه ان شاء الله، ونستضيفك في حلقات ثانيه، وكل الشكر لك، ونشوفك ان شاء الله على خير، وكل الشكر لكل متابعينا واللي قاعد يتابعون حفاظ بلدي. احنا باكر بنفس الموعد من الساعه 10 للساعه 11 راح يكون موعدنا مع فضيله الشيخ خالد الراشد. نشوفكم على خير، مع السلامه. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة.
مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة.